من هدول الجبال شوفيهم شد كبار عبارة عن حجر، وإذا بده يحملوا هالشي اللي نحن صبرناه مستحيل ما بيحملوا. جبل بس مو اسم عمو سمع. يا ريت لو المرض يحكي، كنت تعرف ايش قلت له؟ قلت له انت ليش ما بترحم؟ عمر ذو 11 ربيعا يخوض حربه الخاصة منذ أشهر مع مرض السرطان. التقيته أثناء تلقيه إحدى جرعات العلاج في هذا المستشفى في العاصمة السورية دمشق. فتحت لعمر نافذة أمل مع وجود المنظمات الدولية التي كثفت نشاطها في سوريا منذ بدأت الحرب. نحن ملتزمون بتقديم الدعم لهم وبانتظار المفصل الخاص لعمر ليتمكن من السير مجدداً بحيث لا يضطر لبتر ساقه. هناك تواصل بين الجراح والشركة المزودة للمفصل للتأكد من تزويدنا بالقياس المطلوب، لذا آمل ألا يضطر الأطفال للانتظار أكثر. لقد كانت مرحلة طويلة، لكن هذا الأمر طبيعي لعملية بهذا التعقيد. يقطع عمر مئات الكيلومترات قادماً من حلب لتلقي العلاج. خالد يشاركه عناء السفر قادماً من ريف حماة، وينتظر مفصلاً هو الآخر. بتمنى كمان أركض وأسبح بس ما فيني. هو عليم هيمت. والمدرسة؟ أنا بحب المدرسة بس راحت. عجبت. بتمنيت البس بوت والبس روح بوابة الجامعة بس ما في. لا تسمح ميزانية الوزارات المعنية في سوريا بتحمل كلفة هذه المفاصل، حيث تتجاوز قيمة الواحد منها 30,000 دولار. وحتى لو تمكنت قلة من الأسر من تأمين هذا المبلغ قبل الحرب بمساعدات وتبرعات، اليوم لم يعد ذلك ممكنا. في الغرفة رقم 4 أصر إسماعيل على مشاركة بعض صوره، وهو يحلم بلقاء ابنة عمه مجدداً في منزل العائلة في درعا. مستشفى البيروني الجامعي وجهة أساسية للأطفال المصابين بالسرطان من كل أنحاء سوريا. قبل نحو عام أعيد تفعيل العمل بشعبة أورام الأطفال بعد توقفها بشكل شبه كلي لأكثر من عامين. تم قبول 280 حالة منذ تموز يوليو 2018، فيما كان عدد المرضى قبل تعليق العمل بالشعبة 740. بحسب وزارة الصحة السورية، فإن أدنى الجرعات كلفة تتراوح بين 20,000 إلى 50,000 ليرة سورية، فيما تصل بعض الجرعات إلى نحو 3,000 دولار أمريكي، وقد يحتاجها المريض أكثر من مرة، في حين يبلغ متوسط دخل الفرد في سوريا نحو 100 دولار أمريكي شهرياً فقط. الصعوبات لا تتوقف هنا، فمنذ بداية الصراع في سوريا هاجرت الكثير من الكوادر الطبية، وحال الوضع الأمني دون وصول كثير من الحالات إلى المستشفيات، علاوة على تأثير العقوبات الاقتصادية على البلاد وإن كان بشكل غير مباشر. كما تعلمين فإن العقوبات الاقتصادية لا تشمل المعدات الطبية والأدوية، لكن الصعوبات تكمن في التحويلات البنكية والحصول على العملة الصعبة لبلد يخضع للعقوبات، وهذا للأسف يؤثر بشكل أكبر على الفقراء. صار عنا نقص بالأدوية بشكل كتير كبير، هذا الشيء أثر كتير بموضوع العلاج عند الأطفال وخلانا نستبدل، إما نضطر نستبدل أحياناً بخطط بديلة. من ضمن هذه الخطط دعم الجمعيات الأهلية في سوريا للعمل الحكومي في القطاع الصحي. حالة أثينات واحدة من الحالات التي تعالجها جمعية بسمة الأهلية التي أنشئت لمساعدة الأطفال المصابين بالسرطان في سوريا. هلق أنا خلصت جرعات إن شاء الله ومستنى نزرع نقيع عظم. في هذا المكان يحرص القائمون على توفير الدعم النفسي الذي لا يقل أهمية عن الطبي. حمرة الشفاه وتسريحة الشعر لم تكن أقل أهمية لفائدة من الجرعات. أنا لما أخذت أدوية هروا
شعري بحب باروكي لما أفو عند العالم مشان ما إلي شعر. رغم الحرب والمرض والآلام يبقى الأمل يجمع بين هؤلاء الأطفال. وأنا بحب كل الناس اللي عم شوفوني، واللي عم شوفوني مرضانين وما مرضانين يقولوا إنه مرض السرطان ماله قوي، أنتوا أقوى منه، بس لازم يكون عندكم أمل وإيمانكم في ربكم، وتاني شيء ابتسامة. دينا وقاف، BBC، دمشق.